السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مش شيماء. النهاردة هنتكلم عن التعاون وحب الغير. يعني ايه تعاون يا ميس وحب الغير؟ التعاون يعني ان انا اتعاون مع زمايلي، اساعدهم في اللي هم في اي حاجة محتاجينها، هم كمان يساعدوني في اي حاجة انا محتاجها، والعب معاهم، وكمان احب ماما واحب زميلي واحب زميلتي. لازم يا بشكيجي يبقى فيه بينا حب عشان خاطر نعرف نعيش. انا لما احب صحابي كلنا هنبقى كويسين مع بعض، مفيش حد بيكره حد. وكمان لازم احب المعلمة بتاعتي في الفصل. زي مثلا ايه الدليل ان انا بحب المدرسة بتاعتي في الفصل؟ ان انا استأذنها لو انا بتكلم، اسمع كلامها، ابص لها وهي انتبه لها وهي بتشرح، لازم ابقى مركز معاها. هو ده علامات حبي للميس بتاعتي. وكمان عشان خاطر انا بحب ماما يبقى لازم ارتب حجرتي، يعني لازم ارتب اوضتي كلها، ما يبقاش فيها كراكيب ولا فيها العاب كتير، هدومي في مكانها وكتبي في مكانها. وكمان لازم اعلق هدومي على الشماعة، ما بقاش سايب هدومي في الارض كده، واعيد العابي لمكانها. الحاجات دي كلها عشان خاطر نثبت لماما ان احنا بنحبها لازم نعملها. لازم ارتب اوضتي، احط هدومي على الشماعة او اعلقها في الدولاب، واحط مكان العابي في مكانها. اهو هنا شايفين البنت بتساعد مامتها ازاي وبترتب اوضتها معاها. اي بص بقى هنا، دي البنت دي واقفة بتضحك. ما ينفعش ان احنا تبقى رامية هدومها في الارض كده واقفة بتضحك، لا انا لازم اساعد ماما. طيب ايه الدليل برضو ان انا بحب زميلتي؟ ان انا مثلا لو شفتها متضايقة او شفتها قاعدة بتعيط اروح اسألها، اقول لها مالك، ايه اللي مزعلك، واقعد اتكلم معاها لغاية ما تبطل عياط. ما ينفعش اشوف زميلتي او زميلي قاعد بيعيط، قاعدين بيعيطوا وانا ما اروحش اتكلم معاهم، لا لازم اروح اتكلم معاهم واطبطب عليهم. وكمان اساعد ماما في غسيل المواعين بقى، وابقى واقفه معاها في المطبخ، اعمل لها كل حاجه هي عايزاها، اهو بنظف البيت. وكمان قبل الاكل او بعد الاكل ارتب مع ماما السفره. قبل الاكل احط الاطباق على السفره واحط كل حاجه ماما محتاجاها على السفره، وبعد الاكل ما اقومش اجري واغسل ايدي كده وخلاص كاني مفيش حاجه، لا لازم اشيل الاكل مع ماما والم السفره كلها وادخلها المطبخ عشان ماما تحبنا. ايه ده سلوك وحش قوي ان انا اضرب زمايلي. ما ينفعش، مش احنا اتفقنا ان احنا بنحب زمايلنا؟ ما ينفعش نعمل حاجه بتضايقهم، يبقى ما ينفعش اضرب زمايلي ابدا ابدا. اهو شايفين بقى هنا الولاد قاعدين بيلعبوا مع بعض بالمكعبات ومتشاركين ومتعاونين في اللعب. هما المفروض احنا نتعاون في كل حاجه، في اللعب وفي الجري وكل حاجه مع بعض لازم نعملها ونحب زمايلنا. الطفل هنا بيرتب حاجته زي ما اتفقت معاكم ان هو لازم يرتب، كل واحد يرتب حاجته في مكانها. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.